السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بوم موقع قوي جدا في الذكاء الاصطناعي، تقدر تجرب حاجات كتير جدا. تقدر تجرب مثلا شيميناي، تقدر تجرب شات جي بي تي، فور او كلاودي، بتلاقي كل حاجة انت عايزها، حتى الحاجات المتعلقة بالصور زي الموقع دوت بلاي جراوند هتلاقي موجود هنا، تقدر ان انت تجربه. هتلاقي حتى مواقع كتيرة حاطة هنا مثلا حاجات بالعربي، في حاجات خاصة بالصور، في حاجات خاصة بالباوربوينت، ففي تجميعة كبيرة جدا من الموقع. وتقدر ان انت تعمل حاجة خاصة بيك، يعني هنا عندي حاجة اسمها كريت بوت. كريت بوت بيقول لك اختار اسم مميز، فممكن مثلا هنسميه مثلا ايه، عربيك تلطف، ماشي. ده مثال، تمام. ده لو انت عايز تعمل بوت مثلا. طيب هي الفكرة في ايه؟ ان انت هتعتمد على حاجة جاهزة، تمام، زي شات جي بي تي، زي جيميناي، زي تمام، قائمة موجودة، وهتعدل عليها حاجة بسيطة، تمام. يعني ممكن تقول له ايه، خليك متخصص في ان اي حد يسألك تجاوب بالعربي، يبدأ ان هو يجاوب بالشعر، تجاوب بالصور، يعني تقدر ان انت تخصصه لحاجة معينة. ممكن تقول له ايه، اي حد يسألك انا عامل بوت دوت عشان الناس اللي تدرس تاريخ، فخلي اجاباتك في التاريخ بس، يعني لو سألك اي سؤال يحتمل اكتر من اجابة انت متخصص في التاريخ او في كتب معينة، تمام. فتقدر توصف ايه اللي هو عايزه، ده مش بالبرمجة، انت مجرد بس تنصحه، تقول له ايه، تعامل معايا كأن انت مستشار رحلات، تعامل معايا كأن انت متخصص في الهندسة، تمام. وتقدر بقى تكتب مثلا رسالة تحية، أول ما افتح البوت دوت يبدأ ان هو ايه يديني رسالة، يقول لي مرحبا انا فلان الفلاني، انا مثلا قطز ومتخصص في التاريخ الاسلامي، واشرح لك اي حاجة انت عايزها في التاريخ الاسلامي، تمام. فهتلاقي خلاص هو بقى مخصص، تقدر بيو يعني تشرح لهم البوت ده بيعمل ايه، ممكن تخليه بابليك يعني ممكن الناس كلها تشوفه، او ممكن انت خاص بيك انت، وممكن تخلي فيه ريكومنديشن هو يبدأ يصلح الاجابة لنفسه والباقي، يعني تشارك المعلومات مع الاخرين. ولو انت عايز تشوف اللي يفتح البروفايل يشوف البرومت اللي انت كتبته، ممكن ايه تسمح له ان هو يشوفه. ودي خاصة بتحقيق الارباح، تمام. تحقيق الارباح مش متاح في كل الدول، فحسب البروفايل بتاعك انت موجود في اي دولة، لكن مش هيبقى ارباح كبيرة، لان يعني محتاج ان انت تعمل حاجة يعني متخصصة قوي او حاجة سبيشال. طيب لو انت مش عارف تحط ايه هنا، ممكن تفتح شات جي بي تي وتسأله وتقول له انا عايز اعمل بوت مثلا خاص بكذا، حط لي البرومت وحط لي الجريتنج مسج، ويعني خليه ينصحك تكتب ايه، ماشي. خلينا نجرب شات. اقول له مثلا ايه، انا عايز برومت لبوت متخصص في الدراسات التاريخية، ويذكر المصادر، تمام. ونقول له ايه، فبدأ يكتب لي البرومت اهوت. كل اللي عليك هتنسخه وتقراه كويس وتتأكد ان هو ده اللي انت عايزه، تمام، وهو بقى يبدأ يشتغل عليها. دي الريفرنس اللي انت عايزها، يبقى ده كده هنسخه، واروح هنا واقول له ده البرومت، واحنا قلنا ان هو هيبقى متخصص في الهيستوريك، خلي ده اسمه. هنا تقدر تعدل الاسم،
هو معترض على ايه؟ على المسافة. تقدر تعدل البيكتشر هنا لو انت حابب، ممكن تقول له عايز اخليه معتمد مثلا على اي حاجة، على ديل اي 3 يعني يبقى متخصص في عمل الصور، او عايز يبقى معتمد على ستيبل ديفيجن بحيث ان هو يكريت صور، فتبدأ تختار اللي انت عايزه. ماشي، وتقول له كريت بوت. بيقول لي انت ما حطيتش الصوره ولا البيو، فبقول له ما فيش مشكله. تمام، خلاص بقى عندي هيستوريكال، وتقدر تساله اي سؤال. من هو بيبرس؟ تمام، هي الفكره كلها ان انا عملت حاجه خاصه بيا، ممكن تكون حاجه خاصه بالشركه بتاعتك، حاجه خاصه شخصيه تاريخيه، ممكن تعمل حاجه ليك انت بقى، شات خاص بك انت، تقدر ان انت تشاركها بعد كده مع الاصدقاء لو حد حابب ان هو يجرب الحاجة الخاصة بالتاريخ ديت. تمام، اتمنى تجربوا لنا، ولو عملت حاجة تسيبها لنا في التعليقات ان شاء الله.